t'explique bête l'émission. Tout de suite, hadi nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak Alhanachi dit ma hadra ma yebdachi. Merci. Dali, Dali Tounsi. برشا انرجي. Ah oui. جميلة الفريق هذه يلي ديال عسلي. مروة المزينة قوى مقلد يا فنان. أحمد العجيمي ما تنساش ندوان. آه ولا ندوان. نوفل جيني غاسيون. 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 إيه فاهم أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موعد جديد من نوفيل جينيراسيون الخميس 7 أكتوبر 2021. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تجمعوا تابعونا كالعادة على الشين يوتيوب إيه فاهم تي في ولا على الفاش فيسبوك راديو إيه فاهم. تحية لكل مستمعينا وخاصة المستمعين خارج تونس. السلام عليهم الكل من مختلف الدول يبعثون الرسائل. شكرا لتشجيعاتكم, شكرا للمساندة متاعكم. إن شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن وقد المسؤولية. الفريق حاضر كالعادة في أوج العطاء. بداية مروان بوزين. مون غاتي مون غاسور. مروان الفيل. تونيزي يا تونيزي. معاك ربي والنبي. أحمد العجيمي. تونيزي يا تونيزي. من شي يا طارق من شي. شكون الماركة؟ تونس يا طارق. شكون الماركة؟ تونس تونس. وهبي وهبي تونسي. وهبي الخزري. وإلياس إلياس الخزري الغربي. إلياس خيري في نشاي المنتخب التونسي. 8 دقائق تقريبا في الشوط الثاني. بعد شوية ناخذ قيس بنينة من ملعب رات. يحضر معنا جوبانتيني. رانديامو. ويلكم بكم الناس الكل ومرحبا بكم. وإن شاء الله تكونوا عاملين جو خاطر مش نزيدوا نحفلوها ونعملوا لكم جو. شبيك لبس كابوش جوبا؟ والله صارت لي غريبة أنا وأنا جاي طارق توا. أي. ما فهمتش جاي في تاكسي أنا. أي تاكسيست ينوقفوا ما فهمتش كيفاش يعرفوني بايبيلي ويتعدى. أبون بلكي يتفرج في اللايف النيمو. والله ما نعرف. أي تاكسيست ينوقفوا بايبيلي ويتعدى. عادة توا جيت في تاكسيستي وأنا هابط بايبيت له ومشيت على في قديش قلبه جوبا؟ وصلت خليت آخر مرة ريتها 15 دينار. قلت هكا ما يعقلنيش على الأقل. هابط جوبا روح. العجيمي. تونيزي يا تونيزي معاك ربي والنبي. اثنين شي اثنين شي يا طارق. الياس السخيري الهدف الاول ووهبي الخزري الهدف الثاني. كونتر شكون نحن؟ كونتر المنتخب الموريتاني. اثنين شي من العبرات يا طارق باش تفهم قديشنا احنا رانا توينسا ديما نكرت جميل ديما اللي يعمل معانا البيه كيفاش نرجعوه كيفاش نرجعوه. معناها جينا الموريتانيا عطيتنا ترى قديش من طن معناتها بتاع حوت حوت. جينا اول طرح لعبنا كونتر ربحينا زوز بلاش. جيت نغادر على الاقل واحد بشي وبيه بمر رجله بمر رجله. مازال ان شاء الله نزيدوا اهداف اخرى. هذه الجوله الثانيه جوبا الثالثه ولا الثانيه الجوله هذه يا سيدي الجوله. ما نعرفش قديش جوبا في التصفيات كاس العالم المنتخب التونسي. الجوله الثالثه هذه الجوله الثالثه ربحنا زوز تراح ضد المنتخب الزامبي وضد غينيا الاستوائيه ونحن الاولانيين توا ان شاء الله نترشحوا الاولانيين وما زلنا باش نلعبوا خاطر سنين تبدلت الكاليفيكاسيون. قبل كان الاول هو ديريكت يترشح على الكوب دي مونت. المره هذه الاول باش يلعب كونتر الاول من المجموعات الاخرى وان شاء الله مربح. يلا ما تغيب علينا ليديا العسلي عندها بعض الالتزامات. زاده شنو التزاماتها ليديا؟ هو الخميس اللي فات مروان عنده التزامات الخميس هذا ليديا عندها التزامات. ابون ابارمون قبل في نفس العبد. يلا تطويت اول فقرات البرنامج. لو كان باش نهزك طارق ما تهزنيش. رجع ليديا. شو رجع ليديا؟ انا طارق ما نجمش نخدم غير ليديا بالحق بالحق. صحيح ديجا نحس في ديبرسيون ولا كيفاه حاب تغادر مروان يغيب ندبر مليدي تغيب ندبر وليت نحبكم برشا طارق. اي واحد منا يغيب دبر اي كان مروان وليديا سيرتو. انا كان نغيب دبر مروان وليديا سيرتو. اي اكاو والانيماتور طارق حنش. طارق ما نزلش نقول لك في توكي ما نجيش جي بتبيع بالحق انا بتبيع شي تام. ايه انا تعرف ليش دخلت نخدم خاطر نحب نخدم خاطر نصنع فيك باش ما تجيش باش تولي انيماتور. تولي انيماتور. مرحبا بكم الناس الكل في نوفيل جينيراسيون من 8 ل 9 نتاع الليل. راه نعطيك دخله وتعمل لي باه. يلا سيدي اسمع يخدم فيها ليميسيون وعطي الوقت بالغلط وهي من 9 ل 10 ماني ليه العب يلا باه. اسمع نكملوا لو كان بعد بيب نعطيك تعمل انت الدخله. اوكي يلا. لو كان مروان باش نهزك الى جوك وشيختك المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة. انت تحب مال من غير بنون مروان؟ زينة الحياة الدنيا. كيفاش قلت يبدا عندي المال نخمم في البنون. لو كان تولي العيشة
بالبيتكوين معاش بالاموال اللي عندنا الاوراق اللي عندنا. الله الله شنو هو البيتكوين؟ البيتكوين قولوا اللي هي العمله عمله رقميه فهمتني فيرتوال معناتها رقميه ما تمسش معناها اي عمله للبر. والتو البيتكوين وصل 153 مليون تونسي. شنو معناها رقميه؟ معناتها ما تشدهمش في ديك ليه ما تشدهمش في ديك عندك في الكونت تاعك فهمتني؟ لا طارق سامحني اي معناها انا صحيح راهو نوفيل جينيراسيون وكل شيء وما نحب الدنيا تقدم نحب الدنيا تتطور اما باش ينحيونا الفلوس يبدلوه لنا في اورديناتور ولا في تليفون اي سامحني انا لا اقبله. فهم سي انت البيتكوين ولا ايه؟ هاو فهمني معناتها باش تنحى الفلوس ويولي الفلوس في الموجوده في تليفونك ولا موجوده على الانترنت. يرحم والديك يا جوبا انا والله مروان صدقني اما قداش البيتكوين مفسر لي كيفاش معناها كيلو نقولوا بيتكوين بيتكوين أي. وصلت توا 153 مليون توينسا. شنو هو 153 مليون توينسا؟ 153 مليون معناتها انا كيبدا عندي وحده بيتكوين كهو نحب نمشي نخو يا خويا باكو بابي مشوا معناها نمدلو بيتكوين وسامش نمدلو ناقف ونشوف تليفوني أي. ويحل هو تليفونه ونعمل هكايا نقول له هاي لا عاد هكاك نوليو نشريو من المعامل لا هكاك تتلز صحيح تولي ما عادش تاخذ بابي مشوار تولي تاخذ معامل بابي مشوار تشتري جازوزه ما عادش تمشي تاخذ جازوزه واحده تمشي المعمل معمل الجازوز فهمتني تشتري مثلا كعبه كيك تمشي المعمل كيك معمل جازوز هو نفس المعمل اي سامحني معناتها انا ناقف يا خويا مروح في الليل ماخر وقفت عند مروب عيار اي تحيه خويا حاره مروب باش ناخذ كسكروت عيار نقول له بالله لحظه خويا قديش جاي وذومه يقول لي مثلا هو لا 0.0000020 اللي هما يجيو 2000 صحيح نقول له انا بصراحه اخر مره راهو اقل من هكا يقول لي ها باش نقصت لك دونك راه يجيك 0.0000 ليه معناها مش ندخلوا في الصفرات ناقصين نحن معناها حياتنا البراكاجات تولي مروان براكاج واحد يعيشك الحياه كامله اما كيفاش تمدوا البيتكوين نتاعك في البراكاج خاطر هو باش يبراكيك بالتليفون صحيح باش بالتليفون يقول لك اسمعني تصب لي بيتكوين توا نضربك ليه مشكله كبيره برشا هذه طارق انا طارق كيما يبداش فرمان فلوس خضر من منهمش انا نرث 22 مليون صحيح. فلوس خضر في داي سبيس خير من 150 مليون بيتكوين ما نفهمهاش وما نعرفهاش وما نحبهاش تخلي طارق راشد الغنوشي توا باش ينتقل بيتكوين المشكله فيه مثلا في البرلمان اليوم باش يعلنوا انه تونس تولي تعامل فقط بالبيتكوين بسم الله الرحمن الرحيم يعني الاموال والاشباج سوف يلغى نوليو نستعملوا العملة الرقمية بتكونوا بتكينا بتاتيك بتاتيكو بتوكش يعني الخبر توا شوالينا الفسيد في البيتكوينات في عود كنا ندوروا ولوجوا في الدوسيات نتاعهم ولوجوا ندوروا ولوجوا في البيسيات نتاعهم بما انه الخبر باش يطير في البيتكوين معناها انا فسر لي حزب داخل عنده 3 بيتكوينات منين جيبهم الوغ كو احنا نعرفوا مصادر الاموال هذه منين جايه من برا السؤال توا كيفاش باش يصير تغيير بالاموال اللي عندنا وكيفاش باش نتعداو للبيتكوين نقعدوا معنا موصلين معاكم احنا موصلين معاكم نرجع شويه معكم حتى العشرة متاع ليل الفاصل صغير وراجعين بعد شوي التسعة وثمانتاش دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مصير حتى العشرة متاع ليل يميني مروان بوزيان مونكا تي مونكا سيوغ احمد العجيمي حاب تقدم انا ترى نوعدك البيف الجاي تقدم انت بالحق اوكي تونيزيا تونيزيا معاك ربي ونبي مادام تونيزيا تونيزيا ناخذوا ساعة كوبانتيني ينجمو ونمشيو نكملوا لو كان بعد شوي نمشيو لقيس بنينة من ملعب رادس اهلا وسهلا ناخذوا قيس بنينة من ملعب رادس تونس وموريتانيا اهلا وسهلا قيس مرحبا يا طارق مرحبا بكل الاولاد الكل اولاد نوفيل جينيراسيون وكل المستمعين على اي اف ام الاثنين بلاش تو نتيجه المقابله حتى توا نلعبوا في الدقيقه 65 تقريبا والهدف الاولاني كان عن طريق الياس السخيلي هدف الحقيقه يا طارق هدف ممتاز جدا برشا ثم يجي من بعد هدف وهبي الخزري من جدا انه منتخبنا كان ضيع زوج فرص مؤكده عن طريق نعيم الثلاثي في الشوط الاولاني زوج فرص كانوا حقيقة كانوا في أهداف وهدف زوج فرص كانوا طبعا عندنا الفرصة هذه اللي ياسر السخيري ياسر السخيري يحاول يعطي الكرة للنعيم السخيري وما توصلش للنعيم السخيري ما وصلتش يا طارق ما وصلتش فما يا رب من وحدي كشري فما ياسر في التجميع تستنى يا طارق اي ركنيه فما ركنيه المنتخب الوطني يلا ركنيه لا قيس 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 علقلنا على الركنيه ذي حاسس فما بونتو
حاسس فما بونت تعليق مباشر على الركنية ذي شكون توا في الكورنيري سنتر سليتي نعيم السليتي اكيد راك تفرج انت تاريخ تو من غاديك والله مانيش مانيش نتفرج يا قيس ما نعرف شكون يشوط المنتخب نعيم تتوقع انت تتوقع تفرج الكره عند نعيم السليتي باش يتولى التنفيذ الحكم في المقابله يوقف التنفيذ باش ينبه الساعه على المدافعين المنتخب الموريتاني الحقيقه اللي هما قاعدين يضربوا برشا ويستعملوا برشا في العنف نعيم السليتي يوزع وما توصلش الكره ما توصلش الكره ل مدافع المنتخب التونسي ياسين مريح على كل نعاود نذكركم بتشكيله فما تغييرات صارت ولا يا قيس مازال تغيير... فماش تغييرات في صفوف المنتخب التونسي لكن اربع تغييرات في صفوف تشكيله المنتخب الموريتاني ذكروا كل مستمعينا تشكيله المنتخب الوطني التونسي في حراسه المرمى نلقاو فاروق بالنص علي صالح معلول وجدي كشريدة على اليمين لاكس ديلان برون ياسين مريح ياسين الزخيري كام سنتينيل عيسى دوني نعيم السنتيتي سعد كيرانيت بن سليمان والقائد الفريق وهبي الخزري صاحب الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي نذكروا ان المقابله هذه تندرج ضمن الجوله الثالثه من تصفيات كاس العالم قطر 2022 منتخبنا متصدر مجموعته بست نقاط هو ومنتخب غينيا الاستوائيه منتخب زامبيا عنده ثلاث نقاط ومنتخب الموريتاني بصفر من النقاط مروان عندك سؤال خويا قيس بلينا تسمع فيا نسمع فيك بلاي خويا قيس بلينا الهدف قلت لي ممتاز برشا 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 بلاي وصفونا حتى احنا ما تفرجناش الهدف هو تسديدة كبيرة من حكاية تقريبا 30 متر ليس الاسخيري ما خلاش حتى فرصة لحالة انه يخلط على الكورة وقدامنا فما زوج نجمونات للمنتخب الوطني التونسي الروج فخر الدين وكذلك سيف الدين الجزيري الاكيد انه باش يكون خزري وهب الخزري اكيد هذايا ونصور انيس بن سليمان زاد باش يخرج ويدخل بلاصتو فخر الدين الجزيري نعيم سليتي او تصور سليتي نعيم سليتي نعيم سليتي بالضبط هذا هو نعيم سليتي في بلاصه فخر الدين الجزيري وهبي الخزري باش يخرج ويدخل مكانه سيف الدين الجزيري تغييرات وان شاء الله المنتخب يواصل على السكه هذه والانتصارات تشكيله بعث لي مستمع قيس يسمع فينا في نوفيل جينيراسيون من موريتانيا قال لي لو تسمح تقول لنا تشكيله المنتخب الموريتاني خاطر ما خدمتش عنده البين سبور اي تشكيله المنتخب الموريتاني ديما حاضر ديما حاضر يا قيس معلم راك انتبهوا ما توا شونجمون توا يخرج نعيم الاتليتي ويدخل فخر الدين الجزيري والروج بس خزر فخر الدين بن يوسف عفوا فخر الدين بن يوسف الروج ويدخل خلى الروج وخرج نعيم السليتي وكيف كيف سيف الدين الجزيري ووهبي الخطر يلا تشكيله المنتخب الموريتاني قيس يلا تشكيلة المنتخب الموريتاني في حراسة المرمى دياو نيامو ري رجع هاي عنده مدة غايب خاطر على التدريبات هاي كمل يا قيس كمل دياو نيامو ري هو خرج الحارس الأساسي كان خرج بسبب الإصابة وقعت في التسلل التي هنا في بلاصته الحارس الثاني باباكار ديوب باباكار ديوب هو الحارس الثاني للمنتخب ماضي ذاك علق ماضي برشا ذاك ساقيه شوط هذاك معلومه مهمه ياسر يقول لي تهمك تاريخ لازمك تعرفها انه في اللحظه هي وهبي الخزري خرج عطاه اشاره القياده لحاره المنتخب فاروق حارس المنتخب قول به معلومه مهمه على الاخر واضح دوك فاروق بن وصفه يصبح قائد المنتخب كملوا تشكيله موريتانيا ولا ما عينكش قيس هو الاهم زي ما نقول تشكيله المنتخب تشكيله المنتخب التونسي نكتفيو بديوب في المنتخب الموريتاني شكون قاعد يتوغل تو بالله يتوغل صبري وتخونتي ان شاء الله فما توغلات فما اهداف ان شاء الله للمنتخب شكرا قيس سعيد قيس سعيد قيس بنينه شكرا قيس بنينه من ملعب رادس المنتخب التونسي متفوق في شيء على المنتخب الموريتاني معاك ربي والنبي تونسية تونسية معاك ربي والنبي طارق مروان
خويا بابا حكي لي مره نكته اي والله تحب نحكيها لك بوكا اي باه نكمل نكمل انت الكت نتاعو يضحكوا راه يا طارق باه نكملوا لو كان ونحكي لك النكته اللي حكيها لي بابا حتى عندي نكته حكي لي بابا على الكوره باه يلا على الكوره حتى باش نحكي نكتي بعد نكته مروان نكملوا لو كان وبسرعه ثم نحكيوا النكت مروان التغيير زعما كيف يصير بالاموال قلنا لو كان تونس تولي بالبيتكوين فقط تتعامل طارق انا عندي في العائله شكون في الفلاحه معنا فلاحه أي. ديجا هما التوا مازالوا ما مش مقتنعين أي. وانه بالكونت بونكير معنا مازلت ما دخلش المخاخهم برشا أي. وانه يهز الفلوس نتاعو ويحطها في البنك لانه اغلب الفلاحه بتلقاه متشبثين بالحاجه يعني في الاراضي في الديار يعني تصور انت فلاح توا باش يهز بعد الصابه نتاعو ترى قداش دخل معناتها ما شاء الله وكذا باش يهز الفلوس يعطيوه بيتكوين صحيت معناها سيكواسا كيف باش تقنعوا انت انا المغلق ما يقنعني حد واش انا ذاك نخبز ونعجل ونزرع ونحصد والعبد معايا والتراكتور مشى والتراكتور جاء والخدامه ونستنى في غساله النوادر ومن بعد يجي يقول لي نعطيك بيتكوين يا اخي اخي الفلاح الكل هكا هما كيما الفاهم عامل فما فلاح مش بني الكل هكا فما معناها انا في حياتي يا ما عرفنيش مثلا فلاح يقول با ستاني سابا لا لافاج دي دي غار سيد غسلت النوادر pour cette année la pluie elle tombe beaucoup donc on va avoir du zitoun du bien cette année tu vois pour l'import et l'export et tout oui اما لازم العجيم نكملوا الفلوس اللي عندنا الكل ثم نوليو في البيتكوين قداش لازمك باش تكمل الفلوس اللي عندك قداش لازمني باش نكمل شنو هي الفلوس اللي عندك الفلوس اللي عندي انا عندي فلوس ما عندكش جمله ما عنديش اخي من اخر 500 بيت ابو زماته ترى انا في حاله واحده نقبل ان تولي بالبيتكوين كي تدخل البيتكوين لتونس ينحيونا الفلوس الناس الكل ويجيونا 10 ملايين تونسي ويعطيوه كل واحد يبدا حياته بواحد بيتكوين اي وكيك نبداو نتعاملوا خويا بالعمله الرقميه معناتها كل مواطن عنده حق في كعبه بيتكوين اللي هي قديش قلت لي جوبا 153 مليون هما في المنحه نتاع الكورونا صحيح في البياج زعما كيفاش تولي الخلاص في البياج تشري كهرباء ها كل بياج تشري كهرباء على خاطر انت فيزا فيزا تمد وتمشي معناها هو توا في البياج تمد بيديك وتقعد تستنى والعباد تبدا تزمر تبدا تزمر عليك فتصور انت تقول لها اخويا قولها باش نخاطر تقول لك عندي قولها سامحني راهي قصت لي الانترنت معناها قصت لي الانترنت تعاود لحظه خلينا نعدي 3G تعدي 3G تدخل نسيت المود باس نتاع الكونت نتاعي امبوتياج يولي من بياج حمامات الرد عندك نكته قلت لي من عند بوك نعملوا الفقره نتاعك ثم نجيو للنكته يلا تصويت فقره مروان بوزينا عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في القصبجي لليوم اليوم باش نحكيو كالعاده على كلمات اغاني الراب عملت دوره اخويا طارق واخويا جوبا وصديقي احمد العجيمي علاش خوك جوبا وخوك طارق وانا صديقك على خاطر صديق وقت الضيق فهمت دونك نرجعوا شفنا جاتي الرابور تونسي ولد منزل بورقيبه خرج اغنيه جديده عندها توا تقريبا شهر الأغنية اسمها مهبولة يا مهبولة الأغنية مهبولة ولا اسمها مهبولة الأغنية اسمها مهبولة أي. ما نعرفش كينها كينها ذكرتني بالأغنية كينها مهبولة خلنا نسمعوها ساعة شوية كلمات من مهبولة يا سيدي اعطينا مهبولة مهبولة انت ما تنعيدش من بالي مهبولة مهبولة اي جاتي ذي عاد ذي جاتي نسمعوا كينها ذكرتني بأغنية قبلها خلنا نسمعوها مع بعض ترى ليه بعد ربع لا ليدي مريان بعد ربع شنو انا المهبوله الابد على المهبوله الاخرى مهبوله الثانيه مش برشا الاولى مهبوله اكثر معناتها احمد ابارامون فهمت انا كي تحب تبدل تعمل اغنيه جديده معناها مختلفه على الاغنيات اللي سمعتهم أي؟ مثلا ناخذوا اكزامبل اعطيني اي اغنيه نتاع راب خلينا نجرب ونبدلوا معروفه حاجة. معروفه معروفه يا حسره بلد مثلا عربو شو تبات تعاني نعملوها عربو او مش عارف هكا اسمها عربوشه مراي ماهيش 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 كيما الاخر علاش عطيتك غنيه اخترت واحده انت محضرها على خاطر ما عنديش ثقه فيك خدم لي عليا حسره لا لا خاطر خذيت واحده محضرها الاغنيه نتاع بلتي تقول فكرت ايامي هذه نحب يا حسره انا قلت لك فكرت ايامي ايه وقلت يا حسره انت تعمل اغنيه اخرى تسميها زيد يا حسره تقول يا حسره يا حسره يا حسره فكرت ايامي يا حسره اغنيه يا حمامه طارت عشان بشير عندي ولد خمتي سجلها معناها تشبلها اخي ظلموه لي هو
هو كيفها في الريتم. خاطر هو شاب بشير يقول يا حمامه طارت وتحمتي قال يا حمامه ما قالش طارت يا اخي سرقوه وكذا هي غلطه فما ظلمات يصير تصير ظلمات بالليل بالليل طارق واحمد وجوبا نحبكم تركزوا معايا بالكدا باش نحاولوا مع بعضنا نتعلموا نقلدوا اكرم ماج زي على الاخر شوفوا اكرم ماج كيفاش يشد الكلمات نتاع الاغنيه كيفاش يبدلها ويعملها على طريقته هو تولي اكرم ماجيه معناتها بتاعه نسمعوا الاكستري هذا نتاع الاغنيه الجديده زاد اللي ما عندهاش شهر ونحاولوا نشوفوا اي اغنيه اخرى اقترح علينا ونبدلوا أكرم ما جاية عطينا نسمع اللي يغيرك ما عاد في كمان المال عندك شرف وصل الشرف ينهان كل حد عنده ثمن لكن الرخيص ايه ما نعرفش علاش ديما اي اغنيه تاكر ماك نعمل هكا تحب تحرك الكوتشو بقى تلمون ستيل نتاعو كي تقول اكرم ماك تسمع اكرم ماك تحس شعرك طويل ونحس روحي نعمل هكا صحيح خلينا نختاروا كلمات نتاع اي اغنيه مثلا ونعملوها كيما كان يعمل اكرم ماك بالضبط خويا اوكي هاي كيف مثلا نختاروا كيما قلت انت تفكرت ايامي قلت يا حسره ليه تو نحب نبدا ماي قول لي الاخرى نتاع يا ليلي يا ليلى باهي تولي هي ليلي هي لله هي لله صغير وفي قلبي غما شي السر اللي يخدم عليه كرماك صغير هي صغير هاو في قلبي غما يخدمك غدا نحن نجرب احمد العجيمي نحب نسمعها من عندك اعطيني قولي على اكرم ما جاي اعطيني غني جمله نبدلو يا لي لي يا لي لا اي اعطيني غنية اخرى كما يا لي لي يا لله نحب نطير نطير الفوق نحب نطيره نطير الفوق لا لا مروان احسن صراحه لي حاولت نجربكم شويه في التقليد ولكن ما نجحتوش اصدقائي اكرمك شو من زمان ما حد يقلد ورا ابو اكرمك شو نقول لك خاطر اكرمك راه مو عقليه ماهوش تقليد اكرمك كبوت شعر طويل تعويش فم تعويش رقبه معناها فما برشا ايفور اي معناها هي بيدها السلام عليكم ما سماش اهم وحده تطويل شعر تطويل شعر هي بيدها الكلمه معناها تقول مثلا السلام عليكم اكرم ماك في استوديو كيفاش يسمع اعطيني الكلمات خويا الكاتب السلام عليكم ورحمه الله السلام 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 عليكم السلام تحية لك رماك نمشيو توا البلينغوس تقريبا من احسن الستيلوات اللي عنا في تونس شنو عنده احسن ستيلو يكتب توا لو فيه ليه نقص من تيتا من احسن الكلمات اللي موجوده يكتب بالكدا بلينغوس ولكن فما البارتي هذه حسيت فما اعجاز معناها ينجم يعملوا بلينغوس اللي بقيت لي رابور وحتى الانسان العادي اللي كيفنا ما ينجمش يعملها نسمع بعضنا الاكستري مسمار في الهواء يشد يا 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 صحابي متربين اما خرج اي واحد يدق مسمار في الهواء وما يشد برجليه ملا ميتافور كاس حالك ميتافور كاس باهي انا ما فهمتهاش يشد معناها مسمار في الهواء يشد معناها كيخ واي قرار ولا اي حاجه باش يعملها بالصحيح حتى ولو كان فما تعطيلات ولا واحد يقول له ذيك امبوسيبل معناها يعملها كان فما تعطيلات ما نعرفش لا تعطيلات هي تشنية تعطيلات شنية تعطيلات نفس المعنى تلاقي تعطيلات اتعس من تعطيلات معناتها بالضبط كيما هذي انت حتى في التعطيلات تعطلت تاريخ هذي بالضبط كي ندخ مسمار في الهواء يشد كيما بالضبط اغلاتي الكل صحاح كيكا بالضبط دونك انت هذي قاسم جيل اليوم نتقابلوا الاثنين القادم ان شاء الله ان شاء الله القصبجي القصبجي احمد العجيمي قل لي من هو عدو الانسان الاول الانسان الانسان نفسه اي والله عدو الانسان هو نفسه اي مش عندكش اجابات اخرى لا ما عندكش اجابات اخرى هذاك فكر لانه يحطوا اكثر من عدو الانسان فما يحط حتى خمسه اعداء وترتيبهم مختلف زيد بور الفكره اخو الانسان عم الانسان هم الانسان يكون انسان امنا فاخر نستاهل نعملوا ترتيحه بالاغنيه هذه وراجعين معكم بعد شويه 9:37 دقيقه رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مسلين حتى العشره متاع الليل تحيه لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا يميني كالعاده مروان بوزيان مونغاتي مونغا سيغ يرافقنا احمد العجيمي نحب نقدم طارق تقدم شنو تحيه من البرنامج اي البوب الجاي نوعدك تقدم انت البرنامج بالحق اوكي جوبانتيني انديامو طارق والهدف الثالث لصالح المنتخب الفرنسي
فرنسا تلعب كونتر بلجيكا تالق. ايش دخلنا احنا؟ انت فرحان ليش فرحان لفرنسا مش لبلجيكا؟ ما فهمتش. على خاطر فرنسا اقرب من بلجيكا. مين اقرب؟ مستعمر. وكم الكوزام تاعي فرنسا؟ امريكا يقرب الاقربون ولا بالمعروف. شاين شايف الماتش هذا؟ الماتش هذا اخويا ماتش نار نار نار. بلجيكا كانت ربحه 2-0 البريمير ميتون، بعد فرنسا تعدل 2-2، ومن بعد بلجيكا تماركي دقيقه 87 بونتو ماركيه لوكاكو الاربيتر ينحي بالفار، ومن بعد فرنسا في دقيقه 90 تيو هرنانديز خويا ماركي الهدف القاتل في دقيقه 90 3-2 لفرنسا دومي فينال اليوفا نيشن ليج. انا طارق فرحان فرحان ومتشمت كاس الامم الاوروبيه متشمت 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 على الاخر في لوكاكو. يا ديريت انت قلت لوكاكو البونتو نتاعو ما تحسبش علينا مت بالفرح تفرحت والله ما نحبوش عليه ما تحبوش. ايش عجبك اللي عملوا فينا في الكوب دي موند اللي فات لوكاكو؟ كنا رايزين على رواحنا ماركينا زوز صحيح على الفيسبوك وقت جمعه كامله فجعنا بيه لوكاكو والله العجيني. اي عدو الانسان الاول شكون؟ شكون انت بالنسبه لك؟ قول لي انت شكون انت شي اجابتك الانسان غوبا بالعشر الاف شيء المال المال مروان. انا نقول العدو نتاعو الاولاني هي الصحه يبدا مع المرض، معناتها العدو الاولاني نتاع الانسان هو المرض، الثاني بعد المرض هو الفقر. اما المرض الفقر ومن بعد الباقي نجم يتصرف الانسان معناها في الحاجه حكيم مروان. انت شكون عدوك؟ طيب الشيطان. الشيطان هو العدو الاول للانسان حتى ذكر في القران معناه. ابو ان الشيطان الانسان عدو مبين في سوره في سوره يوسف. يا طارق انت ما انت اعطيتك اسئله السؤال في الابسولو معناه ماهوش سؤال انت هكا ذي عقائدي. هذه الاجابه نتاعك عقائديه صحيح ولا كي قلت لي الانسان انا جاوبتك اجابه اجتماعيه صحيح. انا جاوبتك على الانسان المجرد معناتها من كل شيء انسان عادي كما اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى. انت ما قلتليش عدو الانسان في العقيده. شنو ما قلتليش عدو الانسان في العقيده؟ ما هو لا في العقيده هذه اللي جاوبتك في العقيده الدينيه. فما يقول شكون صديق السوء احمد العجيمي؟ شنو هو عدو الانسان؟ غير ما هو انسان. ما انا جاوبتك كان صديق السوء ما هو انسان. انا قلت لك الانسان هو عدو الانسان. واضح صديق السوء شنو هي زلابية ما هو انسان. يلا سيدي نمشيو لفقره الكراش كالعاده. حد شاف حد عجبه ولا طفله عجبها شخص ما نجمتش تحكي معاه ذيق وقت ولا حشمه مثلا مروان بوزيان يبعثوا كالعاده الحكايه نتاعهم للجروب سي تي بيان توا اير ثم يجوا يحكيوا معنا الحكايه هذه على الهاتف. اهلا وسهلا نشوفوا شكون معنا. الو الو عسلامة عسلامة مرحبا بك. شكون معنا بالتليفون؟ محمد. كيفاش؟ محمد. محمد محمد منين تكلم فينا؟ من القروان. صح من القروان. شو الحكاية نتاعك محمد؟ والله البارح انا ندور نقول صاحبي في البلاد فهمتني حوسه قابلتني طفلة أول مرة تسير ما تسير سبحان الله كنت فوضك شوف انسان يعجبك يحلى في عينيك ناس اي اما لي كونديسيون ما عرفت ما يخدموكش. اي شنو لي كونديسيون اللي ما يخدموكش؟ بلاصه معبيه وهما ثلاثه بنات نمشي ونقاوم مقابلين بعضهم والدنيا معبيه وانت وانت من ثلاثه بنات فما واحده هي اللي شدتك اكثر. اي فما واحده اي شدتني اكثر. ايه هيك هو حبيت هيك ما عرفش درت منا دخلوا هما في التواليت الشخصية ودخلت وراه حسبت روحي نقضي قريت هيك هيك طبيعي ما حسيتش بهم تو مطيشين في الدار فهمتني؟ اي هيك هو باقي ما فاتتش الفرصة الدنيا معبية و شنو القضية اللي شريتها من السوبريت الزز؟ ما نلقى حاسين ضاعت في الساشينة قاسيك نلقى باقي مشوار باش تبكي عليهم عشتها مره المره المره الوحيده اللي شريت فيها قضيه للدار. هذه اول مره ندخل نقضي انا ما نقضيش ما في شيء انا بار باكو دخان نبدا نتعدي ما نقضيش. اي في ال حاسي نقضيش قال لي واحد بال الدار حطيتها كم فواجيت حاجه وخلصت الكارتة قدامها زعما باش عندك برشا فلوس يقول لي خلى بروبيا خلصت شتيت بالبيتكوين خلصت. والله حكي يغرب بيتكوين انا بقى بيه خلصت شريت زيت قضية خضرة غلة جازوز ما كذا وهي لا حياة لمن تنادي ليه هي القواوين اني في جالها وشلقت وضحكت. صار معناها ال صار صحيح صار فهمي هنا دخلنا في التشويق. يا خويا ان شاء الله تطلع تسمع بصراحه سامحني نعيط لك حما حما خويا تبنن عايش خويا بيه محمد شو صار بعد؟ هيك هاو انشلقت هي ضحكت فهمتني هيك هاو وخرجت وقفت استنيتها لبرا
كيستنى مستني من برا طلع زوز قهوة قهوة منه قهوة منه وتيراسات من برا والدنيا معبية. كي خرجت جاي الفرج ولا ليه مش فرج؟ جاي الفرج هي عمتك حشمة هزت انشيت هي صاحبتها قعدوا يتمشيوا قد ما نمشي داخلة تاني ونفوتهم ونيقف تطلع فما قهوة عملت فوتينج يعني راي معروفة قروان بلاد القهوة بالقهوة قهوة تقى قهوة فهمني وعبيدنا هنا تبارك الله نخدم برشا تاكل قايك تقاهم فارغين الحمد لله ربي ديما اللي نخدم حسين ونين وصلت هي للفوايي بينا هي طلعت مشي ثانوية وفتحة هي ظاهرة ايتوديونت هي اللي وصلت للفوايي وطلعت وما لقيتش الفرصة جم هي يا اخويا ان شاء الله ربي يسهل وتولي بنت بلاد ايش هي القضية اللي خذيتها؟ عرضتني بكري عاد عرضتك بكري زاد عرضتني اليوم اي ايش صار اليوم عاد؟ تقطر علينا ايش صار اليوم؟ باش يقلب يا راني ماشي في ثنية وهي في ثنية أخرى دوبنا المحفة هكا وبيكرهها متعدي وهي تاخذ في حومة. نفس البلاصة نتاع البارح عرفت. واليوم وحدها ولا معاها زوج زميلاتها نتاع البارح؟ معاها واحدة من نتاع البارح. ما استينفتش هكا بدلت رايك؟ والله جملة. جملة. شي يحرز معايا شكون اليوم وما نجمتش نفتح. أنت زاد معاك شكون؟ معايا شكون؟ معايا صاحبي اليوم. هو زاد عجبته صاحبتها؟ لا لا هو ما ركزش نقول له عادينا نوريه هنا مستحيل امورك احلى احسن حاجه فيك عندك ثقه في اصحابك اصحابه غريب باهين بكري احلى عندي ثقه في الناس كلك حما اخويا كمل في التريب هذي انا نساندك فيها هذي لا توري لا تقول هكا تعرف اوري لا قال وما نجحش صحيح انا هكا لو وريت لا قلت هكا عرست زودو انا مش حب قدرة ربي عرفوا البلاصة تاو بيه حما مواصفاتها كيف في 20 ثانية طفلة ثم انت بوم مشي طويلة برشا تعمل 160 165 الله دايما فهمتني محجبة ولا مدينة نعم محجبة ولا مدينة خاطر طارق يحب يعرف محجبة ولا مدينة الفرق لا طارق عنده فرق راه متحجبة هي طفلة قال مدينة متحجبة هي متحجبة هي بيه ما تطلع من تاني هم ماشيين في واحده فيهم قالها ايه ايه لبس الخمار ايه لبس الخمار الخمار فهمني ايه عندها عينين حلوين اخوي التبتين يتبتلكها البارح لاخويا يا حما هذا ذكرتني بغنية لحبيتري تو انا هذا مو لهات الخمار لهات شاني بعيونها اعطيني عنوان الدار لو تسمع فينا شنو تقول لها حما يلا بسرعه قول لها غدوه وراك شتا ثاني قدامك وغدوه وراني فهمني ولا ما شو ثاني كبير على القهوه انت سي عرفت الفوايه وين حما ايوه عرفت الفوايه وين ما تبيع عصير في الفوايه حلايني معناها باش تدخلوا باش تدخلوا في الهوس العشقي ان شاء الله ان شاء الله ما لازمكش تدخل هو بيت كان مفكر معناها وهكا كان يتعرج شويه حلينا نشوفوا الدنيا ان شاء الله حما تتقابلوا في الخير احنا ديما اللي تعدى معانا راه بنسبه 99% الامور الكل مريقله حما ان شاء الله بالهنا انت شكرا حما على الاتصال كي العاده فقره الكراش ديما مع الجروب سيتين بيات وايرو يتعدوا معنا يحكيوا الحكايه موصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل فاصل صغير وراجعين معاكم بعد شوي يلا 9:47 دقيقه رجعنا معاكم في نوفيل جينيراسيون اخر 13 دقيقه حتى العشرة متاع الليل القياده كالعاده لمروان بوزيان مونكاتي مونكاسيو احمد العجيني اهلا وسهلا نحب نقدم طارق نحب نقدم برنامج سامحني هذه اخر فيه في النهار اثنين ان شاء الله تقدم انت كوبانتيني ولا هدف الثالث لصالح المنتخب الوطني التونسي تونيزي يا تونيزي معاك ربي والنبي تونيزي يا تونيزي معاك ربي والنبي العجيبي تعرف تعرف استاد كيفاش فات لكم كيما ركيو والله انتو شو بعضنا موريتانيا موريتانيا سيف الدين الجزيري كوتشينغ ناجح ملا قيس بنينة ها الكوتشينغيت ولا لا يا ودي ملا حوت نتاع موريتانيا عطاونا الحوت يا اخي ربحناهم ثلاثة سيف الدين الجزيري يزيد الهدف الثالث المنتخب الوطني التونسي في الدقيقة 87 تمريرة من شكون؟ ما فماش تمريرة ابارامون خدا هكا انديفيدويال خدمها وحده ولا تير من البعيد ولا فاز توقعات كثير من بعيد توقعاتي تير من البعيد انا نصور كونتراج ما سيتش في ديفونسور ورجعت سيف الدين لانه ديما يتمركز مليح في ال 18 متر وماركات كره راجعه معناها كره راجعه انا نتصور لاعب موريتاني سجل ضد مرميه حبوا يعاونونا بمرجله عطاونا الحوت وعطاونا بونتويت الموريتانيين يحبونا الله يخليكم الكل يرجع للممثل نتاعنا القدير نتاع الحرقه
مذهب الرميلي. مذهب الرميلي. أي. وقت اللي قال إخواتنا. صحيح. في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في موريتانيا. من هذيك وهم ما همش مصدقين. سمى زاد الكوت ديفوار، ما تقوليش مش يربحوا الكوت ديفوار. مستحيل. شكون يربحوا الكوت ديفوار؟ يلا سيبلك في الحلقة اثنين يزيدنا فاز أخرى. أما ما عملوا كاكو ظاهر لي. شكون؟ كوت ديفوار. يا ولدي مع بلجيكا لوكاكو عيا بلجيكا جوبانتيني في بالي اللي كيبيت اللي كيبيت صغار اه مش كيما اللي كيبيت الكبار معناها نجم يلعب مع بلاد اما مش مع ايكيب فهمت ديجي تكمي مع جوب توت سويت ولا عيا حول ولا قوه الا بالله ويلكم بكم يا طارق في ديجي تكمي وشركه اي اي تفكر في تغيير اسم سلسله فيفا ولكن لم تحدد الاسم الجديد لعبه اي اي سبورتس المعروفه بفيفا بيراتاوه جوبا لا ما بيراتاوش جوبا يا طارق ولكن اليوم لعبه اي اي لو تغير اسمها باش تعمل كما عملت لعبه البرو في 2022 وعملت الاي فوتبول نتعداو للخبر اللي من بعده يا طارق واللي هي لعبه الايج فومباير يا العجيمي لو كنت تتذكر معي لعبه ايج اوف امباير ولا متذكرش متبيع ايج اوف امباير في بلينيت شكون ما لعبش ايج اوف امباير او بو 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 لعبتها ايج اوف امباير لا والله ما لعبتها نتفكرها ايج اوف امباير في بلينيت جيم تاع شناي جيم تاع استراتيجي اي يا معلم الجيم في ال 1 و 2 و 3 صحيح وبالكودات هي في عصر الرومان وتنجم تعمل كود تهبط الدبابه تصور انت الاشياء اللي فيها انا عمري ما فوت النيفو 1 ايج اوف امباير يا طارق والشبيبه والناس الكل اللي تسمع فينا باش تهبط ايج اوف امباير كات اللعبه ذي معناتها يمت بلينيت ويمت اللان وقت اللي كنا نمشي بلينيت ونلعبوا كونتر بعضنا لعبه نتاع استراتيجي تيخو هكا معناتها سيفيليزاسيون حضاره من الحضارات فما الحضاره الرومانيه كما كان يحكي العجيمي فما الحضارات الكل وتلعب بها الجو باش تهبط على بي سي ما مش لازم يكون بي سي قوي ياسر واو ينجم ناس الكل نجم خفيف ماك اي ماك خفيف على الاخر تنجم تلعب على بي سي بالحق خفيف على الاقل نرجع لك الذكريات خاطر توا لي جو كيما هكا ما عادش يلعبوهم معناتها الجينيراسيون تعجيدة ويحلى في الفري فاير ويحلى في الكولوف ويحلى في سي تان غران بروبليم احمد بتبيع مشكل كبير شي هو العبد ويحلى في الكولوف ويحلى في البرو صدمة تحياتي روان الكولوف وقت اللي سمعت اللي فما بيسيات فيهم رام اكثر من 2 جيجا ابو انا في بالي كيف في مخي انا صدمت تو اللي فما اكثر من 1.5 يجي انا في بالي اقوى رام في العالم 2 جيجا معناها اقوى بي سي زاد فيها كارت جرافيك انفيديا يا اخي وليت خويا جو كبير جي فورس يبان لي احسن حاجه في العالم هي وليت فما جي فورس وجي تي اكس وتوا الار تي اكس اسمع يا سيدي ار تي اكس معناها فهمتش توا رام في 20 جيجا ترى يا اخي شنو بها 20 جيجا معناتها تنوي باش تحل دوسي تحل من غير ما تمشي ونزيدك زياده توا حتى ديسك دور فما ديسك دور النورمال وفما لي اس اس دي اللي هو رابيد اكثر معناتها البي سي يتحل حتى في 3 4 فما ديسك دور قال لك انترا معناها فيها 1000 جيجا والمشكله تساتوري يقول لك معبي ويزيد واحده اخرى مش معبي سامحني سلام خويا تفضل شنو هو يلا في التاكسي يلا جوبا يلا رجعنا جوبا يلا نتعديو الاخبار الاخرين واللي هو بعد زميلنا اللي رشحناه دينيرمو في الحلقه نتاع نهار التلات قلت رشح وزير خوي. التكنولوجيا مكي زروق تحيلي. مكي زروق زاد حط روحه في بلاصته كان جي هو وزير التكنولوجيا وقدرنا بستاتيو كتب قال بعد ما جوبا رشحني باش نولي وزير التكنولوجيا البارح في راديو يا فهم إليكم بعض القرارات أي. القرار الأول قال لك نطالب رئيس الحكومة في ميزانية لتحسين وضع الانترنت في تونس باهي ونبدأ نركبوا الفيبر في كامل تراب الجمهورية باهي عليك صحيح الحكاية باش تكلف وكذا ولكن اون فوا بور توت باش نسهلوا كما شفتوا التلامذة في بريود الكورونا استحقوا الانترنت وبرشا عباد ما عندهاش انترنت وهاو تلاقي وكذا 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 الحاجة الثانية اللي هو البيتكوين اللي كنا نحكيوا عليه إذا يحب يطبقوا الحاجة الثالثة الباي بال والكارت انترناسيونال ولكن شوفوا قال حاجة غريبة في الاخر قال فما حاجة نسيتها احمد العجيمي لازم يطرد من اي اف ام باش ما عادش يقص على صوت الشباب هو يعني السيد في ايطاليا وعرف اللي احمد العجيمي يقص على عبيد اي اف ام مادام خذينا الفكرة متاعنا نكتبش من لوطة على الاقل هاشتاج هاشتاج نوفل جينيراسيون لا كتب هاشتاج جوبا هاشتاج جوبا يلا زيدي من التصويت نمشيو لشنية تحب تقول له يلا هيا هيا نقولوا له لي سونتر دو مساج اي شنو تحب تقول له ساعه مشيت جوبا سونتر دو مساج كي قلت لي سونتر مساج انا ارتحت ديجا فرحت مشيت سونتر دو مساج مشيت لا مروان مشيت والله مشيت اما مش لي دهموا فيهم شنو معناها السونتر عادي العجيمي مشيت مشيت اي جوبا استمتعت استمتعت مروان استمتعت اكيد العجيمي استمتعت ما استمتعتش جوبا رجعت رجعت مروان رجعت الحق ليه ما رجعتش العجيمي رجعت رجعت
مش ما استمتعتش؟ اي ما استمتعتش ترى. علاش رجعت؟ على خاطر من الاول ما استمتعتش خاطر الطفل عمل لي مساج. اي اما وعدني المره الجايه فما طفل. استمتعت؟ لا رجعت؟ جاي نفس الطفل خاطر. مروان خويا رجعت؟ لا ما رجعتش على خاطر الكيني ولا يجيني. حسيت روحي باتشي. الكيني ولا يجيني للدار. ابو؟ وي. ولا يجي لكل الدار. المشكلة الكيني اللي جيت آخر مرة للدار اسمع أحمد يا أخي جاي حتى هو يحب على مساج. دونك البنية ولات ما عادش تهز في التليفون. استمتعت كي جاتك ليكيب للدار كل المساج. بالطبيعة طارق واحد يعلم به ربي خاطر أنا في الفترة الأخرانية عندي ظهر يوجع على الأخر. أنت زادة؟ وي عديتني. ديما نقعد بحذاه تصور واحد وين تقعد بحذاه؟ ظهري في حالة ظهري في حالة ظهري في حالة. ثلاثة مرات صباح حتى أنا ظهري في حالة. قداش قلتها لك؟ وقتاش ما قلتها ليش؟ انا وين نقول لك السلام تقولي ظهري في حاله. ايديزي دار نقول لهم لبيس خاطرك انيماتور. اوكي شي خاطر انيماتور ظهري يوجع. اي خاطر القاعده هذيك طارق توجع الظهر. بالله اجا لهنا خنبدلو معناها باش نولي ماتينال. اجا رتح ظهرك طارق شويه. اعطيني هنا انا اعطيني يوجعني ظهري شويه غير. مروان شي تقول شي تقول له ساعه فكره السوندرو دو مساج. نقول له ميرسي بوكو اما اللي داهموا فيهم. اللي داهموا فيهم داهموا فيهم لا باه. شي تقول اللي جاب فكره التلكي والكي تلكي ولكي تلكي ولكي تلكي ولكي مروان يلا بسرعه خويا مقدمه. شكون انا اللي عامل التلكي ولكي هذي؟ يدي الناس طارت توا تكنولوجيا عايش خويا. يدي ايفون 13 برو ماكس جمله 4 3 كاميرا ويد صحيح. انا ماذا بيا يعطيو للبوليسيه ايفون 13 شكون من منه يصور مجرمين منه يعمل سلفيات في الخدمه منه يحكي عاد ما تلكي ولكي دوكم شي كي تنزل على النزله بركه يكلم لك زملائك شو تصور انا الايفون 12 برو ماكس من غير ما تنزل طارق يطلب وحده ابو اي في التليفونات الجد معناها مش تطلب مروان من غير ما نكتب 999 708 547 تعمل هكا صقر واحد صقر واحد صقر اثنين اطلب مروان. اوكي تو ديريكت نقول لك الو الو صقر اثنين مروان حول قوبانتيني التلكي ولكي نقول له انا اللي جيب فكره نتاع رش التوانسه. خاطر التوانسه من البعيد يفهموا بعضهم ما يستحقوش التلكي. بال هو واحد باش يتعدى طارق يسلم عليك في الحومه ما يقولكش السلام بعينيه يهزك حويجبه بالهمزه يهز حويجبه تعمل له هكا ويتعدى ولا بالغمزه بالعجيمي واحد في الحومه يتعدى يهز حويجبه كي ويتعدى قدامك تفهموا اللي وحشته بيك ولا نفهم معناها قطع التلكي ولكي فمش كون هكا تعرف عمل استعمالات خارج الاستعمال الصحيح. هو انا في الدار طارق استعملت التلكي ولكي برشا قول لي خويا على خاطر انا من العباد اللي كيبعثوني على قضيه ننساها اقسم بالله العظيم ساعات تبدا روزوز حاجات كهو برا جيب باكو حليب فهمتني وثلاثه باقيت سهل علخ نخلط للواحد يا ربي شنو باش نجيب يا ربي شنو باش نجيب العطار ناخذ ماء وكاسوس ونرجع انا ما خلي التلكي ولكي وليت نخلط للدار ناخذ دم العطار يا امي شنيا قولي باكو حليب قولوا خويا باكو حليب قولي سمعت قولوا خويا ثلاثه باقيت انا معضلتي في العطار مروانه كالشربه يا خويا الجويده ولا الخشينه ولا السندره شنو مو يا خويا ذوكم الانهار حفظتهم كي يقولوا لي جيب انا مشكلتي مع الخضار مع الدنوس والاخر السلق 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 ما فرقش بين ديمون ياخذ زوز هكا غلي السلق وتقطع فتره هكا تحت بون اي مكرونه يبعثوني باش نجيبها نجيب فل نمرو 2 انت انا ما نعرفش علاش يبعثوني باش نجيب اي حاجه اي سهله خاطر غادي السلام عليكم بريفاكم مكرونه نمرو 2 فما مره غدرني بسؤال تو مع اخي بوك يسالك مثلا عندك حاجه يا اخي يسالك سؤال ويحشمك معناه تبدا في نمرو 2 جويده ولا خشينه ما قاليش جويده ولا خشينه كيلو ولا رطل خينا نعرف يو يو كيلو ولا رطل صعيبه خينا نعرف اكبر محنه هذي خينا نعرف هي امي قالت لي برا جيب مقرونه في نمرو 2 نعرف ان عليها رطل ولا كيلو ولا اسكيو معناها الساشي فيها كيلو ولا فيها رطل علاش تمشي داخل بعضك العطار يا اخي صاحي ولا صارت لك حاجه ما نحبش نقد هو يمشي يقفل 5 تاع الصباح كيروح ما يروح من شنية
الكل وخرج معاكم الحكم برا الدار عندك 10 ثواني باش تقنعوا اللي انت ما عملتش حاجه غلطه. يا جماعه يلي خرجتوني وطردتوني نقول لهم اش فما في القجر ولا سحبتكم انا. ما دام فضحنا مروان نكتفي بهذا الحد. شكرا لعجيمي مروان جوبا ليديا ترجع معنا نهار الاثنين وام كانت معنا في الاخراج منذر ذوادي وحلمي بربيع في الاعداد وائل وايمان الجدي في الاف ام تي في. هنتقابلوا نهار الاثنين في نفس الموعد من 9 ل 10 الى اللقاء. تشاو تشاو.